في هذا الفيديو ان شاء الله راح اعلمك كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي للتسويق لمنتجات زي منتجات على اكسبريس منتجات امازون منتجات مايك منتجات وول مارت وغيرها الاف المنتجات بطريقه اوتوماتيكيه عشان تحقق نسب ارباح من 25 ل 35% عشان هيك اذا عايز تعمل فلوس من الانترنت بطريقه سهله وبتملكش لا المهاره ولا بتملك الخبره ضلك معايا للفيديو للنهايه لانه ان شاء الله مع نهايه هذا الفيديو راح تعرف السر تبع هذا الفيديو خليك معي بعد الانترو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من يومين وصلني سؤال في احد التعليقات عن شو رايك بموقع اي ماركتينج. صراحة هذا الموقع أنا أول مرة أسمع فيه، وما كنت أعرف عن إيش بيتكلم، شو قصته، إيش المحتوى تبعه، شو بيقدم وما إلى ذلك. هذا الموضوع خلاني أبحث فيه، إلي تقريباً يومين بأبحث في الموضوع. بتفرج على فيديوهات، بقرأ مقالات، بشوف تجارب ناس، لحد ما وصلت لقناعة تكاد تكون 100% بس لسه ما تأكدتش منها، تمام؟ يعني قناعة 100% لكن لسه ما تأكدتش منها. انه هذا موقع صادق الفيديو هذا مش اعلان للموقع لكن من واقع اللي انا شفته مش من واقع تجربتي ومش من واقع خبرتي من واقع اللي انا شفته انا حكيت لكم انه انا الي بعرف الموقع فقط اقل من 48 ساعه لكن خلال ال 48 ساعه دول استطعت اني الى حد ما اصل لدرجه من القناعه انه الانسان اذا اشتغل على الموقع ممكن يكون الموقع صادق وممكن ياخذ فلوس من الموقع طيب شو هي فكره الموقع فكره الموقع يا جماعه هي فكره الكاش باك شو يعني كاش باك بنعرف احنا انه في كثير من الشركات وحفرجيكم الان تعمل انه انت اذا اشتريت من خلال لينك معين او اذا اشتريت من خلال موقع معين بتعمل لك كاش باك يعني بترد لك جزء من المصاري او من الفلوس اللي انت صرفتهم في عمليه شراء معينه تمام يعني مثلا انت اشتريت شغله قيمتها 10 دولار لو انت اشتريت الشغله نفسها هذه تمام لحالك حتدفع 10 دولار لو انت اشتريت الشغله هذه من خلال موقع معين انت حتدفع 8 دولار ونص فانت بتكون وفرت على حالك دولار ونص طيب خلينا ندخل ونعرف كيف احنا بدنا أو نعرف أول حاجة الفلسفة تاعت الموقع، وكيف أنا كإنسان ما فيش عندي خبرة في هالموضوع وما فيش عندي مهارة في هالموضوع، كيف أنا ممكن أقدر أربح وحقق فلوس وشو هي الأرباح اللي أنا ممكن أعملها؟ تعالوا معي على الشاشة. بالمناسبة يا جماعة قبل ما نبدأ احنا فتحنا مجموعة تليجرام تمام؟ فالرابط حتلاقوه أول رابط تحت في صندوق الوصف وهي التليجرام تبعنا هذا هو هذا هو التليجرام تبعنا طبعا هذا الرابط حتلاقوا اول رابط في صندوق الوصف تحت مجموعه مفتوحه للكل نتناقش فيها ونساعد بعض على كل الاعمال اللي احنا بنقوم فيها وكل المشاكل اللي بتواجهكم ان شاء الله مع بعض بنتساعد في ايجاد حلول الها تمام هذا هو الخبر الاول الخبر الثاني يا جماعه الخير بالنسبه للتسع كوبونات اللي احنا سحبناهم قبل اسبوع تمام لحتى الان لحد الان ولا فائز من اللي طلعت اسمائهم اجاني وطلب الجائزه تبعته تمام طيب اذا من هان من اليوم للفيديو الجاي ولا واحد منهم اجى اخذ الجائزه تبعته هاعمل سحب كمان مره على نفس الفيديو هداك اللي سحبنا عليه المره الماضيه تمام فكمان مره بدي اقول اذا اي كوبون بيتبقى من التسع كوبونات حتى لو تبقوا كلهم تمام هنعمل سحب كمان مرة الفيديو الجاي على هذه الكوبونات تمام ندخل في موضوع الفيديو الفكرة بكل بساطة يا جماعة انه في شركات هذه الشركات زي مثلا نايك زي امازون زي علي اكسبريس وما الى ذلك هذه الشركات ايش بدها هذه الشركات بدها عملاء هاي العملاء تمام؟ هذول العملاء تاعون الشركات، الشركات هذه ايش بتعمل؟ عشان تشجع العملاء انهم يشتروا فبتروح بتعمل حاجة اسمها كاش باك، بتعمل نسبة محددة من قيمة المنتجات لاستردادها من قبل العملاء، بتعمل كاش باك، هي حرف الكات طبعا الكاش باك هذا العميل ما بيقدر يحصله إذا راح يشترى لحاله، لازم يشتري من خلال معلنين، تمام؟ لازم يشتري من خلال المعلنين هذول عشان يقدر يحصل على الكاش باك تبعته، هنا بيجي ان دور مين؟ هنا بيجي دورنا احنا انه نكون احنا المعلنين اه احنا بدنا نعلن لعشرين ألف شركة واكثر حفرجيك بعد شوية شو هي البراندات العالمية اللي انت ممكن تسوق لها او تعلن لها تمام القصة وين؟ القصة انه احنا ممكن نعلن للشركات هذه عشان الافراد هذول يستفيدوا من الكاش باك من خلال روبوت من خلال ماكينة من خلال انسان آلي هو اللي بيعلن في مواقع زي ادفلاي، في مواقع زي مواقع زي ادفلاي، مواقع زي ياندكس دايركت، موقع زي ام جي اي دي وما الى ذلك من امور. هذا الروبوت هو اللي بيوقع، هو اللي بيعلن عفوا. طب احنا وين دورنا؟ احنا ايش بنعمل؟ احنا بنمول الاعلانات هذه. احنا بنقول للروبوت اتفضل هي مصاري. حلو؟ الروبوت مرتبط بالشركات اللي بدها تعلن زي علي اكسبريس وما الى ذلك ومرتبط مع مين مرتبط كمان مع الشركات اللي بدنا نعلن فيها زي جوجل زي امازون زي جوجل زي ياهو زي زي ياندكس زي ادفلاي كل الشركات الاعلانيه الروبوت مرتبط معها فاحنا شو بنعمل احنا بنقول للروبوت تفضل هي مصاري بنقعد نمول الروبوت بالمصاري عشان يبدا يعلن للمنتجات هذه شو اللي بصير بعد هيك العملاء تيجي بتشتري والروبوت بيروح بياخد قيمة الكاش باك حلو وبيوزعها على ثلاث اشخاص على العميل جزء بياخده العميل وجزء باخده انا كمعلن تمام وجزء بياخده مين بتاخده الشركة بياخدو الروبوت نفسه لان الروبوت مش حيشتغل ببلاش فكيف العملية هذه بتتم نظريا العملية سهلة وكمان عمليا سهلة لانه أنت مش مطلوب منك حاجة، تعال معايا على الموقع أي الموقع قدامكم، الموقع اسمه أي أي ماركتينج تمام أي أي التسجيل في هذا الموقع سهل، أنت بتقدر تسجل بتضغط على الرابط الثاني الموجود في صندوق الوصف بيحولك على مقالة ومن المقالة إن شاء الله هناك حتلاقي الرابط هذا موجود واللي حيظهر الآن واللي ظاهر قدامكم الآن على الشاشة تمام هذا الرابط تمام الموجود قدامكم على الشاشة لازم تسجل من خلاله تمام تمام بعد ما تدخل على الموقع هذا حيفتح لك عملية التسجيل حتعمل ساين اب وحتضغط على هذا الخيار شايفين الخيار الازرق هذا حتضغط عليه بعدين هان حيقول لي لوج ان طبعا انت ما فيش لك حساب لسه فهتعمل ريجستر ناو من هان تنزل تحت هذه شايفها ريجستر ناو تمام هذا الارقام هذه ما تلعبش فيها تمام هذا الارقام اللي فوق ما تلعب فيها الان انت ابدا سجل بياناتك تمام والايميل تبعك واختار الباسورد وبعدين ام نوت ا روبوت وبتعمل ريجستر تمام الان هنا بس بتختار اسم نيك معين عشان هو يعرف و ماي سيلف تمام طبعا انا للعلم انا لي 24 ساعه و48 ساعه بعرف الموضوع فانا لسه ما اشتغلتش على الموضوع لعده اسباب بحكي لكم اياها وحتعرفوها الان تمام من ضمن الاسباب هذه انه الروبوت تبعي انا اللي بده يعلن للناس بيشتغل بعد 48 ساعه فانا سجلت في الروبوت امبارح تمام فالروبوت حيشتغل بكره حلو فانا ان شاء الله خلال الايام الجايه لما يشغل الروبوت ويصير في حركه هعمل كمان فيديو افرجيكم الليله كيف ماشيه وهل الموضوع صادق ولا مش صادق المهم خلينا نكمل مع بعض طبعا انت هانا ماي ادفرتايزنج اضغط عليها طبعا احنا لسه ما شغلنا الروبوت فشو اللي بدنا نعمله الان الموقع بيعطيك 50 دولار للتجربه انت انسان بتشك في الموضوع فالموقع ما بده اياك تحط مصاري مباشرة، لا هو بيعطيك 50 دولار للتجربة، على أساس إنه أنت بعد ما تشتغل تمام؟ و... وبدك تسحب أول فلوس إلك الموقع ياخذ ال 50 دولار تبعته لأنه حيعطيك إياها قرض، وزي ما أنت شايف هنا الأرباح من 25 ل 35% من قيمة الاستثمار تبعك، ركزوا معايا يا جماعة، يمكن أنا الكلام اللي بحكيه الآن يعني كلام غريب عليكم أو جديد عليكم زي ما كان جديد عليّ، تمام؟ لكن عيد الفيديو مرة ومرتين وثلاثة، إن شاء الله حتستفيد، إن شاء الله إن شاء الله نستفيد من الموقع، إن شاء الله، أنا أرجو الله سبحانه وتعالى إنه يكون موقع خير إلنا كلنا وإلكم كلكم لأنه كلنا بنفس... بنبحث عن مصدر من الدخل، إن شاء الله يكون هذا هو المصدر الرئيسي تبعنا، طيب، نكمل. طيب انا عشان هجيت امول الروبوت تبعي وأخذ ال 50 دولار تبعوني، شو المطلوب مني؟ المطلوب مني بدك تيجي هنا على ال ال تنزل تحت وتدخل على شيء اسمه توب اب هذه شايفها؟ هانا في التوب اب هذه ايش مهمتها التوب اب؟ من هان انت بتقدر تمول الروبوت تبعك، بتقدر تحط فلوس في الروبوت عشان الروبوت يضله شغال ويقدر يحصد لك ارباح من الكاش باك تاعت المبيعات او تاعت المشتريات بتاعت الناس، طب حتقول لي الان ايش وسائل الدفع؟ وسائل الدفع متعدده يا صديقي العزيز. ممكن انت من خلال الماستر كارد والفيزا كارد والمايسترو، من خلال الابل ابل باي من خلال, أقوى. من خلال جوجل باي، شوف الموقع ما اقواه، من خلال جوجل باي، من خلال البيتكوين، من خلال الايثيريوم، من خلال البيير كمان، إذا عندك محفظة بير فيها فلوس بتقدر أنت تدفع. الآن احنا عشان نحصل على الجيفت كارد تبعتنا، شو لازم نعمل؟ أنت أول ما تسجل حتلاقي هذا شايفها هذه جيفت كارد، اضغط عليها. حلو؟ الآن هو هنا بده كود. الكود وين حتلاقيه؟ الكود حتلاقيه تحت في صندوق الوصف في ثالث سطر. حتلاقي الكود هذا، شايف الكود هذا؟ حتنسخه هيك تعمل كوبي وحتيجي هان حتحط الكود حط الكود هيك بعدين نعمل بي المفروض الان لما اعمل بي هنا تظهر ال 50 دولار تبعتي اعمل بي هي شايف شايف جفت كارد جفت سيرتيفيكيت سكسيسفولي ريديمد يو هاف ريسيفت 50 دولار فهي صار في عندك أنت 50 دولار، الآن لما أرجع على الأدفرتايزنج، بتتذكروا قبل شوية في الأدفرتايزنج لما كنا عليها ما كانش في أي حاجة، بس لما الآن أرجع على الأدفرتايزنج تبعتي حلاقي إنه الروبوت لسه أوف، لأنه حياخد 48 ساعة لحد ما يشتغل. لما يشتغل الروبوت بعد بعد 48 ساعة حيبدأ يجيب لك الكاشباك باك حصتك من الكاشباك باك على المبيعات اللي تمت من خلال الاعلانات تبعتك اللي انت مولت فيها الروبوت ارجو انكم تفهموا يا جماعه ارجو ان يكون الامر واضح والله هذه فكره كثير ممتازه فكره كثير عجبتني وانا اتمنى انها تكون صادقه انا شخصيا مؤنس فروانه اتمنى انه يكون الموضوع هذا صادق وان شاء الله حنجربه مع بعض تمام فانا الايام الجايه حاعمل فيديو او فيديوهين افرجيكم الليله كيف ماشيه وكيف الامور مشيت طيب نكمل الان هنا طبعا الادفيرتايزنج هاد بتشوف الحركات تبعتك وتحت هنا الاونلاين كاش باك هي اعمل هنا اكسس جيت اكسس تمام شوف شوف هلقيت الشركات المشتركه مع هذا الموقع شوف يا سيدي في شركات انت بتعرفها وشركات انت بتعرفهاش فرجيك الان الشركات اللي انت بتعرفها هي سكيل شير طلع سكيل شير تطلع مثلا سكيل شير بيعطي كاش باك بقيمة 22 يورو تمام والكاش باك انت بتستحقه او بيدخل حسابك بتصير انت عندك امكانية انك تسحبه كاش بعد 55 يوم يعني نروح على صفحة تانية عشان افرجيك انا بس الحاجات اللي انت بتعرفها البراندات اللي انت بتعرفها هي مثلا علي اكسبرس علي اكسبرس عنده كاش باك بيوصل لحد 90% وفي مدة حصول على الكاش باك عشان انت تقدر تسحبه مدة 67 يوم طبعا في في بعض الشركات المدة بتكون مثلا بعد 24 يوم انت بتاخد تقدر تسحب الكاش باك تبعتك بعد 26 يوم بعد مثلا 23 يوم وما الى ذلك من امور افرجيك اعتقد انه ممكن في الصفحة الرابعة يكون في هاي ادوب شايفين يكون في هنا نايك هاي هوندا شركة هاي شاومي هاي نايك شوف شوف الموقع ما اقوى بدي اعيد كمان مره الموقع هذا قائم على اساس الكاش باك انت شو بتعمل انت ما بتعملش حاجه انت بس الشغله اللي بتعملها بتعمل شغلتين بتعمل شغلتين بتمول الروبوت ولما يصير في استحقاق او عفوا لما يصير في عندك كاش باك فعلي حقيقه موجود في الرصيد تبعك تقدر تسحبه بس هي اللي انت بتقدر تعمله هي اللي بتعمله انت لأن الروبوت بيشتغل عنك الروبوت بيشتغل عنك طيب حتسالني الان انا قديش ممكن احط رصيد ممكن تحط رصيد 10 دولار حد ادنى 10 دولار يعني تمول الرصيد تبعك 10 دولار 15 20 دولار 30 دولار 40 قد ما بدك طبعا كل ما كان في عندك رصيد اكثر كل ما العملات تبعتك كانت اكبر وكانت اكثر ليه لانه الروبوت حيصير يشتغل بفعاليه اكثر لانه في فلوس اكثر موجوده عنده تمام فهيضغط حاله في الشغل وحيجيب لك عمولات اكثر انا هيك بعرف او انا هيك سمعت يعني زي ما حكيت لكم من هنا انت بتقدر طبعا تمول الرصيد تبعك وهنا مثلا في بعض المهام انت ممكن تعملها اذا بدك برضه بيزودوا لك الارباح طبعا بعد يومين ثلاثه ان شاء الله لما الروبوت تبعي بدا يشتغل يصير يشتغل تمام وين حلاقي انا الشغل تبعي حلاقي الشغل تبعي هان في السيلز وحلاقي الشغل تبعي كمان في الستيتس هلاقي هنا قديش في عندي مبيعات قديش في عندي ارباح قديش في عندي صارف انا على على الاعلانات قديش في عندي كاش باك وما الى ذلك وهنا بيظهر الرصيد تبعك شايفين هذا الكاش باك الرقم اللي هنا بتصير انت تقدر تسحبه والبندنج هذا ايش معناه معناه انه الكاش هذا لسه لم يتم تحريره من صاحب الشركه مش قبل شوي احنا شفنا 65 يوم و64 يوم و24 يوم وما الى ذلك فهنا كله بيظهر عندك ان شاء الله تعالى الفيديو الجاي على حسب اذا الـ اذا الروبوت تبعي لقيته شغال ان شاء وبدا يعمل حركات وبدا يعمل ارباح ان شاء الله حاطلع الفيديو حتى ولو كان فيديو صغير نقول لكم الليله كيف ماشيه وتفاصيل ومعلومات تانية عن هذا الموضوع شو المطلوب منك الان المطلوب منك الان تروح للرابط الرابط هذا الموجود هنا تمام والرابط بتلاقيه في المقاله الموجوده في ثاني رابط او ثاني رابط في صندوق الوصف وتسجل في الموقع وتاخذ الكوبون هذا وتعمل الحركه اللي انا عملتها عشان تاخذ الكوبون ويصير في عندك 50 دولار وتفعل عشان ال ال الروبوت تبعك يتفعل تمام ويبدا يشتغل فعشان هيك احنا تقريبا خلصنا هذا الفيديو وهذا الشرح اه اه ان شاء الله معادنا الفيديو الجاي يمكن يكون بكره يمكن يكون بعده بس عموما احنا بكره ان شاء الله حيكون في عندنا فيديو بس اه يمكن ما يكونش على الاي اي ماركتنج لانه لحد بكره الروبوت مش حيكون شغال فممكن يكون بعد ثلاث اربع ايام زي ما انا حكيت لكم في البدايه. هيك احنا بنكون خلصنا هذا الشرح ان شاء الله يكون الموقع هذا موقع ايجابي وموقع احنا ممكن كلنا نستفيد منه بشكل بشكل كويس تمام ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله ادعو ادعو الله سبحانه وتعالى انه يكون موقع صادق بعدين في حاجه ثانيه انا ما حكت لكمش اياها الموقع صراحه عليه لو شفنا احنا الاحصائيات تبعته على سيميلر ويب فنشوف شوف تقريبا 9 مليون زيارة شهريا 9 مليون زيارة عارف يعني ايش 9 مليون زيارة كان نايم 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 مرة واحدة الموقع صعد صعود خطير حلو فمعنى الكلام انه هذا موقع ان شاء الله يكون صادق واحنا خد بالكم مش حنخسر احنا بدنا نشوف الوضع كيف ماشي انا يمكن خلال اليوم او بكره اشحن حتج... حتلاقوني الفيديو الجاي شاحن تمام يمكن احط 100 دولار عشان اشوف برضو كيف الليله ماشيه برضو عشان انتم تكونوا واثقين من هذا الموضوع بهيك احنا بنكون خلصنا شرح اليوم اسال الله سبحانه وتعالى لكم السلامه اتمنى لكم الاستفاده ربنا يصلح